بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن نعيش أيام ولادة السيدة زينب عليها السلام. رجاء نستمع إلى الكرامة التي جرت مع شيخ الأزهر محمد متولي الشعراوي رحمه الله مع السيدة زينب سلام الله عليها. يروي المؤرخ والباحث المصري عنتر عبد اللطيف أنه من كرامات السيدة زينب عليها السلام مع شيخ الأزهر محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فيقول: ذات ليلة بعد حديث طويل عن الإسلام وعن أولياء الله في الأرض، سألني الشيخ الشعراوي: هل قلت لك حكايتي مع السيدة زينب عليها السلام؟ فقلت له: لم أسمعها يا مولانا. فقال الشيخ الشعراوي: أنا جاورت مولاتي زينب عليها السلام 7 سنوات، من سنة 1936 إلى سنة 1942. يقول الشيخ الشعراوي: كنت أسكن في شارع البرنس عزيز عند قلعة الكبش في حي السيدة زينب عليها السلام، وكنت في وقتها طالبا، وحدث وأنا أستعد لدخول الامتحان للشهادة العالية أنني مرضت واشتد بي المرض ولم أدخل الامتحان، وفاتني الامتحان في الدور الأول وكذلك فاتني في الدور الثاني، وحزنت لأنني كنت مجتهدا متفوقا في دراستي. رجعت إلى مرقد السيدة زينب، إلى مقام السيدة زينب عليها السلام، وقلت لها: يا مولاتي، أنا أسكن بجوارك وأصلي عندك، وفاتني الامتحان في الدور الأول وكذلك في الدور الثاني، وضاعت السنة علي بأكملها، وبصريح العبارة زعلت على السيدة زينب عليها السلام، ولم أعد أصلي في مسجدها، وكنت أصلي في زاوية اسمها زاوية الحبيبية. يقول الشيخ الشعراوي: في تلك الأيام كان لي صديق اسمه الشيخ محمد عبد الفتاح، وكان أستاذا في كلية الشريعة، فوجئت به يحضر لزيارتي في ليلة المولد، مولد سيدتنا زينب عليها السلام. وكانت هذه الليلة هي الليلة الكبيرة، وقال لي وكأنه يأمرني: قم يا ولد، قم البس ثيابك. فسألته: لماذا وأين نحن ذاهبون؟ فقال: قلت لك قم البس ثيابك الآن. فقلت له: خير إن شاء الله، أين سنذهب؟ فقال لي الشيخ محمد عبد الفتاح: سنذهب لترضى عليك السيدة زينب عليها السلام، لأنك زعلان من السيدة زينب عليها السلام. يقول الشيخ الشعراوي: أنا اندهشت كثيرا، كيف عرف أنني قد زعلت من السيدة زينب عليها السلام؟ كيف عرف أنني قد خاصمتها وأنا لا أصلي في مسجدها؟ على كل الأحوال أخذني وذهبنا لمقام السيدة زينب عليها السلام. دخلنا المسجد وصلينا ركعتين، وزرنا السيدة زينب عليها السلام وسلمنا عليها، وجلسنا وصلينا العشاء، وقضينا الليل في المسجد، وعند الفجر عدنا للبيت لكي ننام ونستريح. يقول الشيخ الشعراوي: نام الشيخ عبد الفتاح على السرير، أما أنا فنمت في الصالة، وفي عالم الرؤيا رأيت سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام مكللة بأنوار إلهية، وقالت لي: يا شيخ محمد، أنت زعلان مني؟ إن كانت راحت منك سنة نعوضها لك بخمسة. يقول الشيخ الشعراوي: فورا جلست من نومي الشيخ عبد الفتاح وأخبرته، فقال الشيخ عبد الفتاح: والخمسة هذه معناها ماذا؟ قالت لك السيدة زينب عليها السلام بأننا سنعوض لك السنة بخمسة. فقال لي الشيخ عبد الفتاح: والخمسة هذه معناها ماذا؟ فقلت له: الله أعلم. ومضى الشيخ الشعراوي يقول: لم أدرك معنى عبارة السيدة زينب سنعوضها لك بخمسة إلا بعد فترة. فقد حدث بعد ذلك إن تخرجت من الأزهر وعملت موظفا بالدرجة السادسة، وكان من المعمول به عندنا
بأن تتم الترقيات إلى الدرجات الخالية ليس بالأقدمية فقط، وإنما هناك نسبة 25% من الدرجات الخالية تعطى بالاختيار للموظفين المجيدين في أعمالهم. ويقول: أنا قد فوجئت بترقيتي من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة، وذلك لتميزي في العمل، ولذلك أنا ترقيت إلى هذه الدرجة إلى الدرجة الخامسة من دون أن تمر علي سنة، وإنما تقدمت إليها فورا لتميزي في عملي. وهنا تذكرت عبارة السيدة زينب: سنعوض لك السنة بخمسة. يومها يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: استأذنت من عملي بالزقازيق وجئت إلى القاهرة لزيارة السيدة زينب عليها السلام. قال الشيخ الشعراوي بعد أن روى هذه الحادثة، قال: هناك من لا يصدق مثل هذه الأشياء، بل ويعتبر قائلها من الكذابين أو المجانين، وهؤلاء معذورين لأنهم لم يروا شيئا من كرامات أهل البيت عليهم السلام. يقول الشيخ، أو يقول المؤرخ عنتر عبد اللطيف، يقول: ولقد كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله هذه الحادثة أيضا في كتابه الشعراوي أنا من سلالة أهل البيت. وعندما سأل المؤرخ عنتر عبد اللطيف الشيخ الشعراوي لماذا أسمى الكتاب بهذا الاسم، فقال الشيخ الشعراوي: من جراء هذه الحادثة، لأنني عندما رأيت السيدة زينب عليها السلام في عالم الرؤيا وقد جاءت وقالت لي سأعوضك السنة بخمسة، بعد إن رأيت أن الأنوار الإلهية المكللة حولها رأيت وجهها المبارك، وعندما جلست مع الشيخ عبد الفتاح محمد عبد الفتاح وكذلك اتصلت بأبي وأخبرته بهذه الرؤيا، فاطمأن أبي كثيرا واستبشر كثيرا وفرح كثيرا وقال: ما دمت أنت قد رأيت وجه السيدة زينب عليها السلام إذا بيننا وبينها صلة، إذا نحن من سلالة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك ألف الشيخ الشعراوي هذا الكتاب بعنوان الشعراوي أنا من سلالة أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا التوسل بالسيدة زينب عليها السلام في قضاء جميع حاجاتنا وحاجاتكم، وكما يقول علماؤنا الأعلام: لا تفوتوا الفرصة أبدا أبدا في هذه الليلة، ليلة الولادة للسيدة زينب عليها السلام، كذلك في يوم غد يوم ولادة السيدة زينب عليها السلام، حاول أن تشارك بأي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من السيدة زينب عليها السلام، وهذا الخير يعمه في حياته ولا ينتهي إن شاء الله نهار يوم غد من ولادة السيدة زينب عليها السلام إلا وتسمع المبشرات. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.